يتصل بالإسعاف. أوكي يا دكتور هشام. أوضتها فين؟ أوضتها. شمس. أكون رايح فين؟ رايح ورا شمس المستشفى. هي أول مرة؟ ما هي كل مرة بتتدلع كده وترجع زي الجن. برضه لازم يطمن عليها. وانترفيو التلفزيون نسيته ولا نسيت إن أنت بطل الفرقة؟ بلاش أنت كمان تتدلع عشان منظرنا ما يبقاش وحش. يلا ونبقى نروح لها المستشفى بعدين. يلا. إيه يا شيخ؟ معقول اللي بيحصل ده؟ البنت كده بتنتحر. إيه اللي خلاها تروح ترقص تاني؟ البنت أزمتها كبيرة ولازم تقتنع بالعلاج الأول. وزي ما حضرتك قلت، هي عايزة تموت على خشبة المصرح. هي فاكرة ان ده احسن لها. المريض ما يعرفش مصلحته يا هشام. انا عشان كده بحاول اعالجها نفسيا الاول عشان تقتنع بالعلاج. يا دي ماجستير الطب النفسي اللي انت واجع راسنا بيه ده. انت بتحسسني انك دكتور نفسي مش دكتور في امراض الدم. ما هو العلاج النفسي بيساعد العلاج الاصلي يا دكتور. دي تهيؤات ونظريات يا هشام. المريض اللي عنده سرطان دم لازم ياخد علاج كيميائي مش علاج نفسي. دكتور هشام اهو. طمني يا دكتور. اطمني بنتك بقت كويسه وفاقت وهتبقى زي الفل. اقدر ادخلها؟ بلاش، سيبيها تستريح شويه. واحنا كمان يا دكتور ندخلها عشان خشيه. احنا في مستشفى، لو ادخلوا لها واحد واحد مش كلكم مره واحده. مدام ليلى عايزك في كلمتين. مدام ليلى ما خبيش عليكي، بنتك حالتها بتسوء وده راجع لإصرارها على الرقص وعدم العلاج. مش عارفة أعمل إيه يا دكتور، الفن والرقص في دمها والمرض برضو في دمها. طب والحل؟ الحل إن حضرتك تساعديني إن إحنا نلاقي أي طريقة نقنعها بيها. إزاي؟ إزاي دي هي اللي لازم نفكر فيها. قولي بقى، انت ليه مسحيك لغايه دلوقتي؟ مش المفروض تنام من بدري؟ اعمل ايه بس؟ الحب يا سيدي. ايوه كده، يظهر ان احنا راحت عينا خلاص. قولي بقى بسرعه قبل ما يجي ابنك. ما تخافش، انا ساتر وغطى عليك. الله يجازيك يا انت. وانا بعد ام يوسف اقدر حتى افكر في واحده تانية.
يوسف يلا رامي اتاخر على الحضانه. ما انت لو تسمعي كلامي وتشم ريحه البحر كل يوم الصبح رايك هيتغير. كل يوم بتاكد انك قبلت الشغل في الغردقه ونقلت حياتنا هنا عشان ادمانك لريحه البحر. مش بس ادمان ريحه البحر، ادمان الحاجات كتير قوي. وانت راجع تعدي على السنترال تدفع الفاتوره وتجيب حاجاتك. يا بنتي خليه يركز في شغله واروح انا وانت نخلص الحاجتين دول. يا عمي ما هو مع عربيه وهيبقى اسهل. سيبها يا بابا، دي ست متعوده دايما. مش انت اللي عودتني لو عايز تغير علم؟ لا يا ست كده اهو. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. يلا يا سيدي اتفضل. مش عايز حاجه؟ في حد مع المهندس يوسف؟ لا مفيش حد معاه. صباح الخير يا باشمهندس. انا خلصت التصميم. حطهم عندك ابقى اشوفهم بعدين. حرام عليك نفسك يا باشمهندس، انت تعبان ولازم تروح للدكتور. رحت يا عماد رحت والحمد لله. طمنك. طلب مني شويه تحاليل كده عملتها وراح اوريها له النهارده. طب عشان خاطري ومرتاح شويه على ما يجي ميعاد الدكتور. ما تتضايقيش مني. مش متضايقه مني، أنا متضايقة من نفسي. كان لازم أحس أسرع من كده إن المشاعر ناحيتي بردت، وهو بيرقص معايا ما بقاش حاسس بولا حركة. اهدي واهتمي بصحتك، لما تخرجي من المستشفى اعملي كل اللي أنت عايزاه. أنا مش حاسة إن لما أخرج من هنا، أنا هخرج وأتكلم معاه وخلص كل حاجة. هتخرجي مخصوص عشان تقابليه بره المستشفى؟ طب ليه؟ مش عايزة أقابله هنا، خايفة ألاقي نظرة عاطفة في عيني. مش عيب ابدا اننا نحس بعاطفه الناس اللي حوالينا، بس لازم الاول يحس بحبه. من غير ده العاطفه بتحول لشفقه. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. برضه مصممه تخرجي وترجعي بالليل؟ معلش يا دكتور، اصل انا عندي مقابله مهمه قوي ومش عايزاها تتم هنا في المستشفى، وبعدين وعدتك ان انا بالليل هرجع عشان جرعه العلاج الكيماوي. لسه في وقت. وانا عارف انك هترجع في ميعادك لانك متاكده قد ايه صحتك مهمه بالنسبه لنا كلنا. أنا آسف إني ما جيتلكيش المستشفى، بس أنت عارفة بروفات العرض الجديد. عرض بلاش زيك. رواية حلوة قوي. البطلة بتموت أول لما بتعرف إن حبيبها خاطر. كان حلم عمري أرقصها مع فرقة البلشوي لما تيجي مصر. يا ستي سيبك من حكاية البلشوي دي، بكرة هنرقصها أنا وأنت لما تقومي بالسلامة. بس كده الرواية مش هتنجح. ليه؟ لأنك عمرك ما هتكون البطل اللي البطلة بتموت عشانه في آخر الرواية. مبروك هايل. اظن بقى كده ممكن تقتنع انها تتعالج عشان ما تضيعش فرصه عمرها. دي فكره كويسه قوي، بشريها وانا هحاول اقنعها. ميرسي يا دكتور هشام. ها عملتي ايه؟ خلاص يا ماما، انا المره دي حسبت كل شيء، خلصت من مروان
وهخلص من المرض وهشترك في حفلة البلشوي. بس انت خليكي جنبي. تجنن عيني يا حبيبتي. ايه يا عم، ساعة بتبص على التحاليل؟ وانا عندي حاجة ولا ايه؟ لا لا ولا حاجة. ده في شوية لخبطة في التحاليل. لخبطة ايه؟ وانت فاكر البني ادم ده ايه؟ مكنة ولا صبة اسمنت من بتوعكم؟ انت بتدخن من امتى امال؟ لا لا جلع. طب انا المفروض اعمل ايه؟ في دواء هاخده او حاجة؟ يوسف، انا رأيي انك تاخد رأي دكتور تاني. في دكتور في مصر اسمه هشام علي، شاطر قوي في التخصص ده. تخصص ايه؟ دي نتائج التحليل. شكرا يا صفاء. احنا في الحالات دي لازم نواجه المريض بكل حاجة، لأنه هيشترك معنا في المسؤولية. إحنا مع الأسف بنواجه لوكيميا، سرطان دم. يوسف، زي ما ربنا خلق المرض يا دكتور. ده انسان مثقف يا باشمهندس، والامل دايما موجود طول ما ربنا موجود. سهلة؟ شعور؟ شعور؟ انا لسه بقول لحضرتك انك مثقف، عشان كده لازم نبتدي العلاج بكره. بكره؟ ما هو التأخير في العلاج بيقلل فرص النجاح. لازم نبتدي بكره. بكره؟ سنة؟ شهر؟ بكره؟ يا باشمهندس، يا باشمهندس يوسف، يا
فهمتش قصدك ايه. كده وحشك؟ طبعا طبعا. وانت كمان وحشتني قوي. تمام، ايدك ساقعه كده. جاي سايق وتعبان شويه. انا هطلع. لا هنتعشى. مش نفسي. انا هفتح نفسك. ايه رايك؟ حلو قوي. اتفضل ايها الملك السعيد، هجيب الاكل حالا. اغسل ايدك ووشك على ما احط الاكل. عامله لك اكل حلو قوي، كمان عامله لك مفاجاه مش هتصدقها. مش انا النهارده عرفت احكي الحدوته الرامي واتبسط ونام؟ بجد؟ بجد يا هند؟ يا يوسف، قد كده الموضوع ده يفرق معاك؟ طبعا. اي برضه حاجه تتشال من على كتافي. سلامة كتافك. قولي ايه كمان تاني عايزني اشيله من على كتافك وانا اشيله طالما بتتبسط كده؟ كلامي جد؟ بتكلم جد. تعرفي تتعودي تاكلي لوحدك؟ قصدي يعني لما اتأخر. بس انت النهارده متأخرتش. عموما يعني. ليه يا يوسف؟ بقتش تحبني استناك على العشاء؟ مش عايزك تستنيني على أي حاجة. ايه اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ ايه اللي حصل؟ يوسف في ايه؟ يوسف رد عليا في ايه؟ انا بحبك قوي انت. يوسف في ايه؟ مفيش حاجه حبيبتي، جالي سفرية شغل بس كده لفرنسا، هتوحشيني بس. ايه خليك عامل كده؟ انا كويس. انت متأكد ان مفيش حاجة مضايقك غير موضوع السفر ده؟ صدقيني مفيش، بس نفسي تتعودي على حاجات. يمكن ظروف سفري هتخليني مش هقدر اعملها معاكي. ايه اللي اتغير يا يوسف؟ عمرك ما خبيت عني حاجة، عمرك ما حسستني اني بعيد عني. سامحيني يا هند، عارف اني بسلمك.
بس غصب عني. أنا أقدر أسامحك على أي حاجة إلا إن مشاعرك تتغير. عمري ما كنت محتاج لك قد اللحظة دي، بس مش هقدر أشوفك تتألمي أنتي ورامي وبابا. أهون علي أتألم أنا لوحدي. تألم صحيك لغاية دلوقتي، تفضل روح على أوضتك نام. مش عايز أنام، معاش بابي يحكي لي حدوتة. أنت خلاص كبرت على الحاجات دي، بقولك روح أوضتك نام. رامي أنا طلبت منوم من الممرضة وهي نسيت تديهوني. لا ما نسيتش، هي سألتني وأنا رفضت لأن المنوم بيتعارض مع الأدوية اللي احنا بناخدها. بس أنا مش بيجيلي نوم خالص. خلاص حاولي ما تفكريش كتير، اسمعي مزيكا، اقري، ولا أقولك خدي ده. إيه ده؟ ده مفتاح مكتبي، أنا ماشي دلوقتي. ابقي روحي اقري كتاب، وفي مكتبة كبيرة قوي مليانة اسطوانات، نقي اللي انت عايزاه. لا لا يا دكتور مش للدرجة دي، انا خلاص هحاول انام. انت ايه هتتكسفي؟ امسكي. اولا مكتبي ما فيهوش اسرار، ثانيا انا لو مكانك كنت هتضايق برضه من القعدة دي. قول بقى. مش انا خلاص حكيت لك حدوتة حلوة؟ انت ما نمتش ليه؟ كل واحدة كمان حكيت البحار. بحار رامي، هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن، اصل بابي تعبان شوية دلوقتي، ممكن اكل حكاية الحدوتة دي؟ ممكن، بس بشرط توعدني ان انت تحكيها لي بكره. بكره احكي لك النهارده. دلوقتي كان في بحر صغير جميل وشاطر زيك قوي كده، كان بيحب بنت حلوه، كان نفسه يتجوزها،
وهي كانت موافقة، بس كانت طالبة منه حاجة غالية قوي. كانت طالبة منه لؤلؤة كبيرة بيضة تلمع، بس اللؤلؤة دي موجودة في البحر. خد البحر مركبه، مبقاش عارف هو رايح فين ولا هيجيب اللؤلؤة البيضة لحبيبته ازاي. كل قراراتي مخبش عليك يا هند، كنت متردد هل الصح ان انا اقضي ايامي او بقيت شهوري اللي فاضلي معاكم عشان اشبع منكم، ولا بطل انانيه ومعذبكوش معايا. فضلت اني ابعد واتالم لوحدي. قلت ان كده احسن عشان تتعودوا على عدم وجودي. واطمن عليكي قبل ما واطمن انك قدرتي تعتمدي على نفسك وتواجهي الحياه من غيري. انا متاكد انك قدها وقدودي يا هند. أنا دلوقتي بقيت مطمن عليكي، وكمان لقيت طريقة بقى موجود فيها معاكم على الأقل بصوتي. هسجل لكم شريط لكل مناسبة تعدي عليكم. ألف مبروك يا رامي، النهارده بالذات الفرحة غير أي فرحة عدت علينا قبل كده. أنت اتخرجت من الجامعة، ويا رب تكون دخلت كلية الهندسة. رسوماتك من وأنت صغير كانت بتقول إنك هتبقى مهندس ديكور شاطر. أشطر مني كمان. أنت دلوقتي كبرت وبقيت راجل، لازم تشق طريقك وتنجح، تفرح مامتك، دي ملهاش حد غيرك. أنت دلوقتي أملها الوحيد في الدنيا. وحشتني أوي يا رب. يا ترى انا كمان وحشتك؟
تعبنا قوي لغايه ما الاداره اقتنعت انها تغير الشكل التقليدي للمستشفى. كان لازم يقتنعوا بان العلاج بالطريقه دي ما يقلش اهميه عن الادويه. وشويه شويه اقتنعوا وبقت المستشفى بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني فعلا الجو العام اللي حوالين المريض وحالته النفسيه تقدر تتحكم في درجه مرضه او شفائه؟ طبعا. انت عارفه جهاز المناعه اللي في جسم البني ادم ده عامل زي الجيش. لو الجيش معنوياته مرتفعه بيكسب المعركه حتى لو العدو اقوى منه. اما لو محبط فبيخسر المعركه قبل حتى ما يحارب. كلام جميل. لا يا شمس ده مش كلام، ده علم. الماجستير بتاعي عن النظريه دي. وتصوري اللي اداني فكره الماجستير فلاح بسيط عندنا في بلدنا. كان مريض بيتعالج من نفس المرض في المنتجع الصحي بتاع ابويا في اسوان. بس لازم ترتاح من تعب الشغل. انت مش كتبت العلاج. خلاص. سيب بقى حكايه الشغل دي عليا. يعني ايه؟ بقول لك لازم ترتاح. يعني لو ما ارتحتش هموت. مش بعيد يا ابني مش بعيد. ما انا لو سبت غيتي وارضي من غير ما اشجي واتعب عليهم هموت من جوع انا وعيالي. انا هراعي ارضي. على الاقل لحد العيال ما يكبروا ويراعوها. يمكن ما تلحقش. ربك كريم يا دكتور. مش هيسيب ارضي لتموت. والغريب ان الراجل ده وعكس كل الحسابات الطبيه لسه عايش لدلوقتي. والعلم ما عندوش تفسير غير ان حبه الارض والجو النفسي اللي هيأهوله ابويا في المنتجع هما اللي خلوا جهاز المناعه عنده ينشط ويقاوم المرض. النظريه دي مش كتير مصدقين فيها عندنا هنا، لكن بره مؤكده. وبيشجعوا كمان العلاج الجماعي. يعني اللي عندهم نفس المرض بيتعالجوا مع بعض؟ ايوه. كل واحد بيحكي عن مرضه وازاي بيقاومه. وده بيخليهم يحسوا انهم مش بس هما اللي عندهم المشكله. وكل ما الحالات بتتشابه كل ما العلاج بيبقى احسن. وفي ناس بتبقى عيانه بنفس الدرجه؟ ده قليل، لكن في حالتك انت بالذات في حاله زيك بالظبط وشاب كمان بيشتغل مهندس معماري في الغردقه. يوسف القاضي. انت تعرفي؟ لا بس اصلي شفت الفايل بتاعه على مكتبك. انا طبعا ما قصدتش اشوف حاجه ما تخصنيش، بس في الموضوع ان الفايل وقع. مش ده المهم. المشكله انه اول ما عرف انه عيان خرج وما رجعش تاني ولا اتصل. جايز راح عند دكتور تاني. ما افتكرش. شكله عامل زيك، هيتعبني لغايه ما يقتنع انه يتعالج. إبراهيم أنا ما أقدرش أستأمن حد غيرك على الشرايط دي. عايزك تديهم لهند بعد. إيه الأفلام العربي اللي بتعملها دي؟ أنت بأي حق تحكم على نفسك بالموت؟ إحنا لسه مش عارفين درجة استجابتك للعلاج. يوسف أنا عارف إن الموقف اللي أنت فيه صعب حد يقدر يستحمله. بس صدقني اليأس ده خطأ فادح وهيخلي الأيام اللي جاية صعبة عليك أوي. عشان كده عايز اعيشها لوحدي. معلش رايح. بس اللي انت بتطلبه ده شيء فظيع ومش انساني. مش انساني؟ طبعا يا يوسف. افترض لا قدر الله انك مت، عارف معنى الشرايط دي ايه؟ انك تسجن عيلتك في سجن صوتك بقيت عمرهم، تخليهم عايشين مع شبح ذكرى تنغص عليهم حياتهم. انا ما قصدتش ده، انا عايز اساعدهم باني اعيشهم معايا. انت اللي خايف ما تعيش معاهم ومن غير ما تحس بتعيشهم معاك. دي انانيه منك. انت كده بتصادر على انهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. صدقني انا ما قصدتش كده خالص. انا متاكد من ده. وعشان اريحك مش هقول لك خد الشرايط دي واحرقها. خليها عندي. انا متاكد انك هترجع بالسلامه. وانت اللي هتحرقها بينا. لو سمحت عايز تذكره القاهره باريس. بس في طيران دايركت من هنا لباريس. لا معلش انا عايزها كده. طب تحب احجز لك تذكره تانية من هنا للقاهره؟ لا اروح القاهره بالعربيه. معقوله ما لقيتش طيران من الغردقه للقاهره؟ الشغل هو اللي حجز. قالوا لي كل الرحلات كومبليت. انا مش شايف انه ليه لازم انك تتعبي نفسك وتيجي معايا مصر. يوسف انا جاي اوصلك وده مش هتنازل عنه. الزوم سفرك 10 ساعات رايح جاي وتسيبي بابا ورامي لوحده. سلمي عليا هنا زي هناك. لا
معقولة؟ صعب عليا فرق شهر للدرجة دي؟ انتي اجمد ست في الدنيا. تصوري بقى لو بابا ورامي شافوكي كده هيعملوا هما ايه؟ ايه رأيك بقى ان حتى مجيك معايا المطار مضايقني؟ مجي المطار معاك مضايقك، احضر لك الشنطة برضو مضايقك، وجودي نفسه بقى لفترة مضايقك، وانا هتجنن ومش فاهمة حاجة، انت بتعمل كده ليه؟ انا مش عايزة اكتر منك تاخدي بالك من نفسك ومن رامي بابا. انت دلوقتي ولحد ما ارجع انت راجل البيت، بس راجل جميل وأجمل وأجمل لما يمسح الدموع اللي في عينيه. معلش يا رامي، كان نفسي افضل جنبك لكن مش عايزك تشوفني وانا بنهار. عايزك تفضل فاكرني في احسن صورة ليا. هتوحشني قوي يا حبيبي. Thank you.
في شنطه جوه روحك. اوكي مؤاخذه مدام. مدام لا مؤاخذه يا مدام، اجيب الشنطه اللي جوه. دكتور هشام كان زميلي في الكلية ودلوقتي من أشطر الدكاترة اللي في مصر في التخصص ده. أنا كلمته وهو مهتم جدا بحالتك ومتفائل قوي. إبراهيم أنا فكرت كتير في كلامك. أعمل اللي أنت شايفه صح. شوفوا شيء بالخير. خلي جنبي هات ال 10 دقايق ونوصل المطار. انا مش رايح المطار. ما انا عارف الا مؤاخذه. اطلع المانيا. المانيا اللي بعد كده المطار يعني. يا سيدي المانيا وبس. مشوقك يا بيه. خش شمال. بس هنا. يا باش مهندس ما هو مش هينفع اسيبك هنا. ده انت خيرك عليا من ايام الجامعه. ولا مؤاخذه بقى الشقه دي ما تلاقش بمقامك. انت بس لو كنت اديتني خبر قبل ما تيجي كنت ظبطت لك حاجه لوكس. الشقه دي كويسه فرحات، مش محتاج اكتر من كده. عموما العماره دي هاديه وكلها عائلات، والشقه دي طول عمرها بتتسكن لناس يعرفوا ربنا. ولو حبيت تغيرها في يوم انا تحت امرك. تؤمر باي خدمه ثانيه؟ تسلم يا فرحات. سلام عليكم. سلام. ازيك يا قليل الادب؟ ايه ما بتردش ليه يا مدحت بقالك كام يوم؟ النمره غلط. انت هتعمل لي فيها مقموص عشان ما رضيتش بس يوميها؟ رجعت من البلد انت يا ستي؟ بقول لك النمره غلط بعد اذنك. الو انت بتنكر نفسك مني يا مدحت؟ يا ستي الراجل اللي انت بتكلميه ده مش موجود، خلاص عزل من هنا. يا اخويا في 60 داهيه، ده حتى كان فقري هو وزمايله، انما انت بقى باين عليك هادي ورسم صاحب مزاج. هسامحك ان اول حاجه عملتها بعد ما بقيت لوحدك انك لبست بجنتك، بس مش هسامحك دلوقتي لما مسكتش التليفون حالا وسمعتني صوتك. نفسي اطمن عليك. استني انا ما نمتش، انا عايز كمان حدوته كده برضو. يعني ضحكت عليا. كان في مرة الشاطر حسن. لا حدوتة البحار. طيب كان في مرة بحار جميل وشاطر كده زيك يا رون، كان بيحب واحدة حلوة وكان نفسه يتجوزها. دكتور هشام قاعد تحت في الجنينة. شكرا يا صفاء. أنسة شمس بعد إذنك يعني ثانية واحدة. شوفي الهدية دي وقولي لي رأيك فيها ايه.
لطيف، بس انت مش لسه جايبه له هديه الاسبوع اللي فات؟ قصدي الخطيب اللي... لا ما انا سبته، دي الخطيب التاني. هو انت كل اسبوع بتغيري خطيب؟ الله بقى يا نسا شمس، هعمل لهم ايه؟ كل ما اقفش في رقبه واحد يهرب. يا عيني ما لهمش في الطيب نصيب. ترجعوا تقولوا انكم بتشقوا، اديك قاعد في الشمس وهو عمال تقرا برنامج. بصراحه نفسي ابطل اقراها وتجيب لي اكتئاب. الو. صباح الخير يا دكتور، انا يوسف القاضي. يوسف القاضي الغردقه؟ ايوه. انت فين يا راجل؟ انا موجود هنا في مصر. هنا في مصر؟ كويس كويس قوي. دكتور هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن انا اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تيجي تسال سؤالك هنا وبالمره نشوف بعض، ولا انت يا باش مهندس مش عايز نبقى اصحاب؟ لا ابدا يا دكتور والله، انا كنت بس عايز اسال على اسم دواء مسكن. انا اسف يعني اني بسال في التليفون، اصل بصراحه. بصراحه ايه يا راجل، انت بخيل ولا ايه؟ انا هعزمك على فنجان شاي، عايز ترده تمام، مش عايز بلاش. والله يا دكتور الموضوع اصلا. يا راجل اصلك ايه؟ هو ده كلام؟ بص في واحده زي القمر قدامي وعاوز اتكلمك. اتفضل. من غير صباح الخير ولا صباح النور، انا اسمي شمس وانت كمان عارفني، مش هقول لك منين. المهم احنا مستنيينك تيجي علشان حاجات كتير لما تيجي تعرفها. مش فاهم حاجه. انت هتفهم كل حاجه لما تيجي. قول لي بقى انك غيرت هدومك وجاي، احنا مستنيينك. يلا باي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ تقفلي السكه في وشه ويمكن يزعل. مش هيزعل وحقيقي انا صوتي لا يقاوم، تراهني؟ هنشوف. هيجي وهقنعه انه يتعالج وهكسب الرهان. انت مش متخيل الامل كبير قد ايه. اتفضل. صباح الفل. صباح النور. ها وصلت مع الايه؟ برضو مش عايز اتكلم؟ مغلبني يا شمس. دي يا سيدي شمس ومصممه تتكلم معاك. انا فعلا مصممه اتكلم معاه عشان عايزه اديله فرصه عمر. عرفت انك مهندس شاطر، قلت خلاص خليه يعمل لك الديزاين بتاع مدرسه الباليه اللي هعملها كمان 20 سنه. يبقى انا سيبكم تتكلموا براحتكم. لا لا يا دكتور، احنا مش عايزين نعطلك، احنا هنروح نقعد في مكان ينفع نتخانق فيه على ديزاين وتصميمات المدرسه. وكمان عايز اشوف هتاخد مني كام، بس اوعى تفتكر انك ممكن تستقرضني وتدفعني جامد. هي دي حكايتي. اما حلمي بقى اللي نفسي احققه قبل ما اموت، اني اشترك مع فرقه البولشوي لما تيجي هنا مصر. انا راقصه الباليه المصريه الوحيده اللي اختاروها تشترك معاهم في العرض. اكيد الحلم ده بالنسبه لحلم انك ترجع لابنك ومراتك حلم تافه. مفيش احلام تافهه يا شمس، بس في احلام مستحيله. ومين اللي قرر انها مستحيله؟ انت؟ انا؟ جايز يكون الامل ضعيف بس موجود، علشان كده الدكتور هشام سابنا دلوقتي مع بعض وعنده امل اني اقدر اقنعك. مرشوتك الادويه اللي كتبها لك دي كلها مسكنات، وهو نفسه قالك كده. انا مش فاهمه انت ليه مش عايز تاخد العلاج اللي المفروض تاخده، هو عنده وخلاص. انت اتحسنتي قد ايه من ساعه ما ابتديت العلاج الكيماوي؟ وانا حاسه اني بقيت احسن، مع ان التحليل لسه زي ما هي. وشعرك ما بيقعش؟ هو الدكتور هشام قال ان مش في كل الحالات الشعر بيقع. انا اسف، مش قصدي، اصل مش عايزه امني نفسي باحلام. خليني انا احلم لينا احنا الاثنين، بس انت مشي ورايا. ماشي ماشي. يبقى اتفق، انا هكتب لك رقم تليفوني ده عشان لو فكرت تكلمني. انت كمان اكتب لي رقم تليفونك وعنوانك. ده يعني لو حبيت اطمن عليك. طب هات كمان، هات بسرعه، هكتب لك حاجه. هكتب لك تاريخ عرض باليه جيزيل اللي هتعمله فرقه البرشوي مره واحده بس في مصر. ايه؟ من حقك تمسك بحلم، وانت كمان هتحضره. مين عارف
ولو اني ما بحبش الباليه. عارفة انك مشغول بس اعمل ايه؟ وحشتني. قوم كلمني بقى. هتقول عليا مملة؟ موافقة، بس برضو نفسي اسمع صوتك. الجميل قاعد بيفكر في ايه؟ مفيش حاجة يا بابا. لا، فيه مالك يا هند؟ أنا زعلانة من يوسف قوي يا عم، مش مصدقة إنه يقعد كل ده من غير ما يكلمنا. يا حبيبتي، ما إحنا ما نعرفش ظروفه إيه. أنا دماغي هتتفرتك من القلق عليه. كل حاجة في السفرية دي كانت غريبة. معقولة مش عارف هو نازل فين؟ ده حتى شغله مش عارف له رقم تليفونه. ما هم قالوا لك إنهم هيسألوا مقر الشركة في مصر ويبلغوكي. إمتى بس يا عم؟ بقالهم أسبوع بيقولوا كده. برضه ما بيردش. انا بيتهيالي لازم نروح نسال عليه، مش يمكن يكون حصل له حاجه. انا اللي متهيالي لازم افهم اللي بيحصل بالظبط. اهتمامي بيوسف بقى اكتر من اهتمامي انا بيه. يعني انا الحق عليا اني بهتم بالمريض بتاعك بس؟ طبعا مش بس، عندي امل كبير انه يخف ويتعالج ويرجع لمراته وابني، بس لسه صغير قوي على الموت. يزر صحتك من النوم؟ خير يا ستي. أنا أجرتك في الشقة اللي تحت، أنا وقف عرضك. تعال يا ابني، خليك معايا 10 دقايق لغاية ما أروح المستوصف اللي جنبنا أجيب الدكتور واجي. كل ما أتصل بيهم الممرضة تقول لي جاي في الطريق. وأنتوا عايشين لوحدكم؟ لا يا ابني، معايا بنتي وجوزها. عقبال عندك سافروا اسكندرية امبارح يخطبوا لابنهم.
الله يخليك، اعمله كمادات لغايه ما اروح اجيب الدكتور واجي. لا خليك انت جنبه، انا هنزل اجيب الدكتور. انا يا ابني كده هتعبك، ده بره برد والدنيا هتشتي. لا احسن خليكي جنبه. متشكر يا دكتور. عفوا، ما تنسوش الكمادات. تصبح على خير. شكرا يا دكتور. تصبح على خير. طب لو حضرتك عايزه اي حاجه انا موجود. ربنا يخليك ويكفيك شر المرض. تصبح على خير. انت من اهل. ليه سايب الدنيا تضرب تقلب كده؟ سوري. اتفضلي. ممكن اعرف شايل الفيشه ليه؟ ناس بتعاكس. يعني اللي عايز يوصل لك لازم يجي المغاره دي؟ مين يعني اللي هيتصل بيا؟ يا سلام على الذوق يا اخي. انا دكتور هشام. تشربي ايه؟ لا انا ما اشربش. اتفضل غير هدومك عشان هتيجي معايا. على فين؟ هخطفك يعني. هيكون على فين؟ عايز اتكلم معاك بره شويه، انا هستناك تحت في العربيه. لا تحت باب، بس انا لسه جاي من بره. يعني مش عايز تيجي معايا؟ لا مش قصدي، بس مش عايز اسيبك تحت لوحدك. طب اتفضل انت وضى بنفسك. يوسف احلق دقنك بس، بلاش تاخد دش عشان الجو بره ساعة. ايه اللي هيحصل يعني؟ هيجي لي برد؟ على رأيك، بس برضه الحكاية مش ناقصة. يوسف مرحبا. دي صورة مراتك وابنك؟ اه. الاتنين زي القمر. شكرا. والله العظيم انت ما عندك احساس، دول اتنين اي حد تاني غيرك يتمنى يعيش عمر تاني معاها. يا ريت اديني انت بس عمر تاني وانا اعيش لك ابوك. انا جاهز اهو كده، ممكن تخرج مع راقصه الباليه الاولى في مصر. يا دي الباليه اللي هيجننك ده، انت مفيش في دماغك غيره؟ طبعا يا استاذ، عندي هدف، حلم. مش عامله زيك، كانك عايش بره الزمن. والله انا بشك فيكي، انت عيلة بجد يا شمس. يمكن اكتر منك كمان، بس الفرق اني قررت اهزم المرض مش هو اللي يهزمني، ونفسي تدخل الحرب دي معايا ونكسبها سوا. اشمعنى انا؟ مش عارفه، انا ما اعرفكش قبل كده، بس كل اللي اعرفه اني ببقى مبسوطه قوي لما بشوفك. يلا بينا. نشفت شعرك كويس؟ احنا قلنا يا ريت هتيجي على برد. يوسف ما تنساش تسقي الزرع ده، الزرع ده سهل قوي يعيش وسهل برضو يموت. يعني فجأة حسيت ان كل الألم اللي جواك راح، وبقيت عايز تجري عشان تروح تجيب الدكتور؟ بالظبط يا شمس،
حاجه غامضه كانت جوايا، طاقه غريبه كل ما ابص الولد ده واتخيل انه تتخيل انه ممكن يكون رامي. رامي مامته وجده ياخدوا بالهم منه، لما الولد ده بابا ومامته ما كانوش موجودين. ولما مامه رامي وجده يحتاجوا لمساعدتك مين هيقف جنبهم؟ بص يا يوسف، اللي حكيته لي ملوش غير تفسير واحد، ان دكتور هشام عنده حق. احنا جوانا كنز من الاراده، لو لقيناه نقدر نتحدى اي حاجه ونقدر نحقق كل احلامنا. انت طول عمرك بتحلمي بالباليه وبس؟ لا طبعا، حلمت بحاجات كتير اتحققت وحاجات كتير ما اتحققتش. وايه بقى اللي حلمتي بيه وما اتحققش؟ هو حلم عبيط بس غالي على كل البنات، حصان الابيض. مش لازم حصان ولا لازم يبقى ابيض. كان عندي 4 سنين لما ابتديت اتعلم الباليه، كنت بمشي على الكوبري ده كل يوم وانا رايحه النادي. ولما كبرت شويه زي البنات يعني، كان نفسي امشي على الكوبري ده مع الانسان اللي بحبه، وفي عز البرد احس بالدفى، وفجاه الاقي الدنيا تمطر ونلاقي نفسنا بنجري ومش عارفين بنجري ليه، عشان نهرب من المطره ولا عشان ناخدها في حضننا. ايه، حاسس اني عبيطه؟ لا ابدا، مجنونه بس. طب بما اني مجنونه يبقى ممكن اسالك اي سؤال؟ اتفضلي. ايه الحلم اللي انت حلمته ولما حلمته ما كانش المفروض تحلمه؟ مش فاهم. قصدي يعني ايه الحلم اللي نفسك فيه دلوقتي؟ ان امشي مع بنت زي القمر هنا فوق الكوبري ده وفي عز البر. الحلم بتاعك ما كانش فيه مطره؟ لا. متاكد يا ابني؟ افتكر كويس. انت صحيح بني ادم كئيب وممل، ومع اني مش البنت اللي زي القمر، ايه رايك ان انا موافقه اشاركك في حلمك ودلوقتي؟ بس انت حلمك كان فيه مطر. مش مهم، حلم واحد كفايه، هات ايدك. صباح على خير. وانت من اهل؟ انا هبتدي معاك العلاج من بكره. بجد انا متشكره قوي. تعالي، انت متاكده مين لازم يقول الكلمه دي؟ يوسف خد دي، انا كنت بلبسها في روسيا في البرد اللي زي ده. ايه ده، وانت رحت روسيا؟ يوه، ده انا لفيت العالم كله. بكره بقى احكي لك. خد دول كمان. ايه دول؟ دي مسافه جيزيل وكتاب عن الروايه نفسها. ايه يا اخي، بشركك في حلم اللي جاي، مين عارف يمكن يتحقق زي النهارده. ولا اقول لك هات، انا نسيت انت ما بتحبش الباليه. هيتحقق باذن الله، هيتحقق. صباح الخير. وانت من اهل. كل الحياة قدامي.
طعم جديد ولا كان على بالي. يعني ايه هما كمان ما يعرفوش حاجه عن سفر؟ يا مدام هند انا نفسي مستغرب ولا انا زيك؟ يوسف قال لنا ان الاداره في مصر هي اللي مسفراه وفوجئنا بيه واخد منهم اجازه وترجعوا من اي حد يسال عليه يقولوا له ان هو في رحله شغل بره مصر. انا نفسي لولا ان انا ليا اصدقاء في الاداره في مصر ما كنتش عرفت الحكايه دي. والله الاسم اللي بتقولي عليه حضرتك فعلا حاجه استذكار الطيران من هنا، بس المعلومات اللي عندي بتقول انه لسه ما استخدمهاش. يعني ايه ما سافرش؟ ما اقدرش اعرف. لقيتي حاجة؟ لقيت مصايب. يوسف كان مخطط انه يبعد على طول. انت بتقولي ايه؟ يوسف نقل ملكية كل حاجة باسمي. كل حاجة يا عمي، الفيلا، العربية، كل حاجة. وده معناه ايه؟ معناه انه قرر يبعد خالص، يبعد عني وعنك وعن ابنك، وافتكر انه بيدينا المقابل شويه فلوس. لا 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 هند، يوسف مش ممكن يعمل كده. طب وايه السبب؟ يا بنت ان شاء الله خير، الغايب حجته معاه. ليه يوسف بيعمل فيا كده؟ هو انا استحق منه كده؟ لا يا بنتي، انت تستاهلي كل خير. ادعي ربنا يطمنا عليه. احنا ما خليناش حد يعرفه لو سالنا عليه. نسال تاني؟ بابا، في واحد بس ما سألناهوش. مين؟ سواق التاكسي اللي جه خد يوسف من هنا.
طب اتفضلوا. يا فتح عليهم رزاق كريم على الصبح اللي بيحصل فينا. ادي مرسي. روح هات الدقل على كل السواقين اللي في الموقف وبسرعه يا. حاضر يا ريس. بسرعه يا. حاضر. بص يا استاذ هانم، كل السواقين اللي في الموقف موجودين الا ثلاثه طلعوا دورهم مصر، على الله بقى اللي بتدور عليه ده ما يطلعش منه. جنايه دي ولا يا اسطى عبده؟ اخرس يا. ها حد فيهم؟ مش قادر افتكر. لو النبي مدام افتكر كويس، مش ناقصه بهدله من الحكومه. لا مؤاخذه لا مؤاخذه مدام. مدام لا مؤاخذه مدام. اجيب الشنطه. لا مؤاخذه مدام انت سواق عربيه بيجو؟ ما اكتريتنا عند بيجو. لا مؤاخذه ممكن اشوف عربيتك؟ تحت امرك يا هانم، احنا كل شغلنا في السليم. عايزك تسمع كلام الهانم وتفتكر كويس. الكلام ده حصل من امتى؟ من حوالي شهر. الفيلا بتاعته على البحر وليها جنينه. ايوه. هو بيشتغل مهندس؟ ايوه. دقنه خفيفه شويه. ايوه 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 افتكرته مدام، ده ما راحش المطار. يا مش تقول كده من الصبح يا هد. ما انا افتكر. اه يا ريس. ايوه انا وديته مصر القديمه المانيال حاجه كده. يا تفتكر يا يا ريس تفتكر يا. لو سمحت لو سمحت كفايه كده، ركز والنبي وحيد ابوك، انا عايز اعرف كل حاجه حصلت بالظبط. لف الصينيه دي لمؤاخذه. خش يمين يا مدام. اقفي هنا. هو ده البيت اللي انا وصلته عنده الاول. ارجوك يا ابني، اكيد انت مقدر احنا بنتألم ازاي. مش انتوا لوحدكم اللي بتتألموا يا عم، يوسف كمان مش قادر يواجه الم وانتم حواليه. يوسف سايب لكم امانه عندي. انا من الاول كنت رافض فكره اني اخبي عليكم لان ده ضد مصلحته. انتوا اقرب الناس ليه، انتوا ممكن تساعدوه. حد بتاعك اسمين عشات يا دكتور. ازيك يا شمس؟ ازيك يا يوسف؟ كويس انك خرجت. بص بص دي يا سيدي نتيجه التحاليل بتاعتكم، ده التحليل الاخراني بالمقارنه بالتحليل الاولاني. اول ما وصلتوا الكيرف عمال يعلى ويتحسن، يعني خلاص قربنا الحمد لله. ايوه طبعا الحمد لله، وانتوا خلاص قربتوا ترجعوا لحياتكم الطبيعيه. انت يا شمس اكيد وحشك المسرح والجمهور وتسقيفه، وانت يا يوسف اكيد ابنك ومراتك وحشوك. النتائج دي يعني كانت العلاج فيها بين المستشفى والبيت، اما المرحله الجايه فهيكون كلها بره المستشفى. عشان كده عامل لكم انتوا الاثنين مفاجاه جميله جدا. برضه مش عايز تقول لنا هنروح فين؟ هتعرفوا حالا. مساء الخير اسوان. عرفتوا بقى الدكتور علي عبد الحميد عامل منتجع صحي هناك على احلى حته في النيل، هتروحوا هناك تتعالجوا وتتفسحوا. مين دكتور علي عبد الحميد ده؟ ده يا سيدي يبقى ابويا. انا من فضلك مكتب الدكتور هشام. هو مش موجود، مسافر. طيب انا كنت عايز اسالك على مريض بيتعالج عنده اسمه يوسف، يوسف القاضي. المهندس يوسف يا روح علي، ده اجمل عين انا شفته في حياتي. ربنا يكمل له شفاه هو والانسه شمس ويهنيهم ببعض. شمس مين؟ هو حضرتك مين؟ انا مراته. المهندس يوسف في اسوان وهيرجع يوم السبت. قبل ما اعيش هنا كنت عمري ما اتخيل اني اقدر اسيب المستشفيات لغايه ما حصل لي شويه تعب، فجيت هنا استجم. لقيت وكأن روحي بترد فيا من تاني. ساعتها قررت أغير حياتي كلها، منها أحافظ على صحتي اللي جت على جو المكان ده،
ومنها احول المكان ده لمنتجع صحي لاي مريض يكون محتاج جو زي ده يتعالج فيه، ومنها كمان اساعد الدكتور هشام في ابحاثه. ربنا يخليك لنا يا حاج، انتوا عارفين مفيش مريض جه هنا غير لما مشي احسن من الاول. يظهر اولاد المكان ده فيه سر صحيح. سر؟ ايوه سر، والمكان ده هو اللي خلاني اكتشف سر الحياه نفسها، والسر ده موجود فينا جوانا زي النيل ده، صامد ومتدفق من الاف السنين، وهيفضل لان سر قوته وصموده من جواه، وربنا ادانا قوه جوانا لو اكتشفناها هنقدر نتغلب على اي حاجه في الدنيا ونهزمها بما فيها الالم والمرض.
هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد غير لي أيامي هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد غير لي أحلامي مين اللي غير شكل كل الحياة قدامي مين اللي غير حلم كل السنين قدامي مين اللي طمن روحي وبروحه الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد ولا كان على بالي لمسة ايد ادوني عمر جديد ادوني لحظة حب بألف عمر تاني هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد ولا كان على بالي بقى ليها طعم جديد ولا كان على بالي ورجعت تاني أعيش كل الحياة من تاني ورجعت تاني أعيش كل الحياة واخدها بأحضاني هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني بقى ليها طعم جديد غير لأحلامي بالنيل فالنيل بالنيل فالنيل المعمل لو سمحتي. صباح الخير. الو ايوه انا الدكتور هشام معاك الاستاذ يوسف هيجي لك دلوقتي تاخد منه عينه الدم وتعمل لازم. شكرا يوسف بعد المعمل تستريح شويه ونتقابل على الغدا. اوكي. طب مش نستنى شمس عشان نعمل تحليل سوا مع بعض؟ مش قوي كده. لا يا دكتور ده علم ونظريات مش عايزين اي حاجه تتلخبط. ده بعد اذنك يعني. ادخل. في واحدة برا عايزة تقابل حضرتك بتقول انها مرات المهندس يوسف ومعها ولد. تقول ايه؟ مراته؟ حبيبتي زينب لسه شمس اهلا طب والله العظيم انت بنت حلال اما شفت لك حته شاسيه في اسوان استعملت طبيبه
دكتور هشام عايز عينه الدم. مش وقته يا صفاء. بس الدكتور هشام اكد عليا انك اول ما توصلي لازم انزلك المعمل. ماشي، بس بشرط هتوصليني لغايه المعمل وتحكي لي عن الخطيب بتاع الاسبوع ده. مالك يا صفاء؟ هو الخطيب بتاع الاسبوع ده اداكي بومبا جامده ولا ايه؟ هو كان حصل حاجه كده وعايز احكي لك عليه. صفاء انا مبسوطه وانت شكلك كده هتكئبيني، انا رايحه المعمل لوحدي. بس يا انسه الشمس لا 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 ويقولوا ما يقولوا قلبي فرق طوله ويقولوا ما يقولوا. ادخلي. متشكرة قوي. أظن ما تأخرتش. أنا آسفة، ما كنتش أعرف إن في حد هنا. أهلا وسهلا. طبعا أنسة شمس. أيوة فهمت. اتفضلي يا شمس، ده الاستاذ حسن والد يوسف وابنه ومدام هند مراته. الانسه شمس طبعا اشهر واحلى باليرينا في مصر، دي المستشفى كلها بتتكلم عنك. انت واقفه ليه؟ اتفضلي. يا خبر، انت كمان جايبه ورد، ده واجب علينا. وانت الحمد لله دلوقتي مش احسن؟ التحسن اللي حصل لحاله يوسف اكتر بكتير من اللي انا نفسي كنت متوقعه. ده ما بيرجعش للعلاج والادويه وبس، وجود شمس جنبه وحبهم لبعض خلاهم هما الاثنين يقاوموا المرض ويتغلبوا عليه. انا في النهايه يا دكتور ما يهمنيش غير صحه ابني وحياته، بس احنا برضو ناس ما بنحبش الظلم، والواقع بيقول ان يوسف ليه زوجه ولها حقوق، والواقع برضو بيقول ان في اتنين مرضى حياتهم نفسها بقت متعلقه بوجودهم مع بعض. انا مش ضد هند، وعارف كويس قوي ان في ظلم كبير واقع عليها وعلى حقوقها، بس برضه مفيش حق في الدنيا لا اقدس ولا اكبر من حق الحياه نفسها. يوسف وشمس لو سابوا بعض دلوقتي وبالطريقه دي، انا متاكد ان حالتهم الصحيه هيحصل لها انهيار تام. انا مش قادره افهم انت زعلان ليه؟ بقى كده يا يوسف؟ بقى هي دي المقابله اللي بتقابلها لي بعد كل اللي عملته فيا الايام اللي فاتت؟ هندي انت ما شفتيش نفسك كنت بتتكلمي معاها ازاي؟ والمفروض اتكلم معاها ازاي يا باشمهندس؟ وانا من ساعه ما جيت المستشفى الكل ملوش غير حكايتك انت وهي. هند من فضلك، لا ده الوقت المناسب ولا المكان المناسب عشان نتناقش في اي حاجه. انت نسيت ان هي مريضه؟ لا ما نسيتش، هي اللي نسيت انك متجوز، وهي اللي نسيت ان عندك ابن، وانت ليه نسيت ان ده ايه بالنسبه لي؟ انا عمري ما تخيلت انك تحطني في موقف زي ده.
انا عمري ما هسامحك يا يوسف. عمري اشرب حالها يا سيدي. وكمان انا غلطانه يا بنتي. انا ما اقصدش، كل اللي اقصده نقول الحمد لله اننا اطمننا عليه وبعد كده كل حاجه محلوله. هو ايه ده اللي هيتحل يا بابا؟ وانا عارفه ومتاكده دلوقتي انه معاه. في حاجات كتير في الموضوع ده ما تعرفيهاش ولازم تسمعيها. اسمع ايه؟ هيثبت مع ان يوسف مريض وهيموت، وفضل بدل ما يموت في حضن انا وابنه فضل يموت في حضن واحده تانيه. هو ده اللي انت عايز تسمعه؟ انت كفايه عليك الجزمه ماله يا اخي. معلش اهي كده يا يوسف، انت كده هنت عليك؟ انت كده ما كانش الحب عندك اي تمن يا بنتي؟ الحب مش امتلاك. انا عمري ما فكرت املكه، انا حبيته. بس انت كده بتزودي عذابه. وعذابي انا؟ انت بتحبيه، والحب من غير تسامح وتضحيه ما يبقاش حب. يبقى هي اللي لازم تضحي. لو هي صحيح بتحبه هي اللي لازم تبعد. بس دي مريضه ضعيفه، وانا من غيره اضعف منها مليون مره. انا مش ممكن اسمح لك انك تبعدي. يعني ايه تسافري؟ انا لازم اسافر. انت ليه مصممه انك تعذبينا؟ انت اللي كده بتعذبني. وجودي في حياتك بقى بيحسسني اني مجرمه. انت من حق مراتك وابنك. وانت؟ انا ايه؟ انت فين حقك؟ اللي بيظلموا يا يوسف ما لهمش اي حق، كل الدنيا بتظلمهم. يبقى على الاقل حقهم الوحيد انهم يحبوا، لان الحب ساعتها بيبقى تعويض عادل عن اي عذاب شافوه في الدنيا. بس ساعات الحب نفسه ما بيبقاش عادل، ساعتها بقى بيبقى قد كل عذاب الدنيا. شمس انا اسف. ارجوك يا يوسف كفايه كلام في الموضوع. لا لازم نتكلم. هنتكلم في ايه؟ في اللي حصل. اللي حصل ده كان طبيعي، كان هيحصل هيحصل، بس اللي مش طبيعي وجودك هنا. شمس عشان خاطري تسمعيني، مش ممكن كل حاجه تضيع بالسهوله دي. مش حاجه هتضيع، لان اصلا كل اللي شفناه واللي عشناه ما كانش اصلا من العائله، ما كانش المفروض يحصل. كان المفروض اقاوم، كان المفروض ابعد. انا ما عملتش جريمه، انا حبيتك. انا كمان حبيتك. حبيتك غصب عني، مع اني كنت عارفه انك متجوز وعندك ايه، بس ما تخيلتش بشاعه اللي عملتها الا لما شفتك حوالي يوم النهارده. جرحك؟ لا ماما، صدقيني انا اللي جرحت نفسي. بيتهيالي عمري ما شفتك مبسوطه زي اليومين اللي فاتوا. عمري ما هبقى حزينه زي الايام اللي جايه. ايه اللي انا كنت شفته؟ ماما احنا لازم نسافر، انا مش قادره استحمل. شمسي حبيبتي، انت فنك اهم حاجه في حياتك، هو اللي هيعوضك عن اي خساره. بس الخساره المره دي كبيره قوي يا ماما. مهما كان يا حبيبتي ربنا هيعوضك. حفله البرشيه خلاص قربت، هنركز في التدريب وهتكسري الدنيا وهتنسي، وبكره فكرك. مش قادره استحمل الازمه ده. حكي شويه يا اسطى، الله لا يسيئك. بس يا حبيبتي بس. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر، هنسافر هنسافر. انت بتخيرني في ايه؟ بتخيرني بين موتي ومتها؟ انا بتكلم مش على شمس، انا بتكلم عن يوسف. ايه بتخيرني بين موته وموتي؟ موتك؟ طبعا موتي يا دكتور. وبعدين؟ فاكرين يوسف بالنسبه لي مجرد زوج، وانا بقى مجرد زوجه غبيه اللي غيري عمي عينيها وقلبها.
لا خالص يوسف. يوسف بالنسبة لي هو النفس اللي بيطلع مني، واستناه يرجع لي تاني عشان أقدر أعيش. أنا حاولت أعيش من غيره. قبل ما يسافر حاول يعلمني حاجات كتير، تهيأ له إني اتعلمتها. حتى الإكزام والمستشفى نسي يعلمني أهم حاجة. مكنش حد خطفه، قال الله ولا نسي يعلمني إزاي أقدر أعيش من غير متنفس. مدام هند أنا مقدر كويس أوي اللي أنتي بتقوليه وحاسس بيه كويس، لكن أنا آسف إني أقولك إنه ممكن يموت لو فضل معاكي. ليه؟ أنا عملت له إيه عشان لما تكون حياته متعلقة بوجود ست مبقاش أنا الست دي؟ هي حبيته أكتر ما أنا حبيته، هي اديته عمرها اللي فات ومستعدة تديله عمرها اللي جاي، هي شاركته في إنه يجيب رامي، كل دول أنا مش هي. محدش بينكر عليك اللي انت بتقوليه ده يا مدام هند، واولهم يوسف، لكن في واقع جديد دلوقتي لازم نتعامل معاه بمنتهى الرحمه. الرحمه؟ الرحمه تقول ان لو ربنا مقدر له انه يموت يموت في حضني. انا مش هقدر اعيش لحظه واحده وهو عايش في حضن واحده تانيه. يوسف كان بيتعالج عشان يرجع لكم، لازم تصدقي ده عشان تقدري تساعديه. ولما بدأ يتعالج ويخف ما بقاش عايزنا احنا، ما عايزك انت. انت انا اسفة بس انا ما خططتش لأي حاجة، احنا الاتنين ما رتبناش للي حصل. احنا كنا زي اللي ماشيين في طريق ضلمة، فجأة لقينا نقطة نور جمعتنا سوا. وحبكم اللي اتولد في الضلمة ده تفتكر هيقدر يستمر؟ أقول لك أنا، عمره ما هيستمر يا شمس. عارفة ليه؟ لأن اللي اتولد في الضلمة بيخاف يعيش في النور. النور بيعريه، بيبينه على حقيقته، بيعرفه قد إيه هو ضعيف وجبان. يمكن عندك حق، بس إحنا ما عملناش أكتر من اللي كان نفسنا نعيش، ويمكن دي كانت كل غلطتنا. طبعا غلطانين. عارفه ليه؟ عشان اللي عايزين يعيشوا مش لازم يعيشوا على جثث ناس تانيه. كفايه يا هند، انا مش بقولك كده عشان انا متمسكه بيوسف، بالعكس كل الحكايه انا كان نفسي تصدقينا وتحسي بينا عشان تقدري تسامحي يوسف على الاقل، لانه هو حد يستاهل انك تسامحيه وتقفي جنبه. يلا يا روم. ادخل. دكتور ابراهيم بعت الفاكس ده، نتيجة تحليل دم الاستاذ يوسف. احنا اتحطينا في نفس الموقف.
بس تصرفي كان مختلف تماما عن تصرفك. يعني انت عايزني اصدق انك كنت بتحب شمس وضحيت بحبك ليها كده بكل سهوله؟ ايوه، الحب بيخليكي تقدري تسعدي اللي بتحبيه. صدقيني لو كان تاثيري في حياتها زي تاثير يوسف كنت اديتها عمري كله، مش مشاعري بس. ممكن تقري التقارير دي. وانا افهم ايه في التقارير الطبيه؟ لا سيبك من الارقام والنمر والحاجات دي، شوفي الدكتور كاتب ايه تحت. النتيجة اللي قدامك بتوضح لك مدى التدهور اللي وصلت له حالة يوسف وشمس. تاني بتقول لي شمس؟ هقول لك تاني وتالت ورابع كمان. مش هقول لك يوسف بس. لأن أنا عارف أنا بكلم مين. يوسف حكى لي عن قلبك الطيب. وأنا خايف إن القلب الأبيض ده يتلوث بنقطة سودة. يمكن ما تقدريش تغفريها لنفسك أبدا. يوسف رجع لك عشان ما قدرش يجي عليكي ويظلمك أكتر. النتيجة قدامك اهي، صحته بتتدهور ويمكن يموت في خلال شهور، وشمس كمان هتحصله ده زي ما وقتتش قبله. ساعتها هتحسي بيه، مش يمكن تحسي انك انت السبب في موره ما طولش شهور او سنين او حتى ايام. هتقدري تعيشي بالاحساس ده؟ فكري كويس، مش في يوسف، ما أظنش هتكرهي إن أبوي يفضل كده. البحر خلاص مبقاش قادر ينزل الميه. مش مهم الميه يا يوسف، في ناس كتير نفسهم يقعدوا معاه حتى لو عشرة، بس هو يرجع. انا ظلمتك وجرحتك، انت صح يا عمر، لسه عندي كرة.
اطلب منك انك تسامحيني. كل ما كنت ببص لك بتهيالي ان احنا كبرنا سوا، كاننا متجوزين بقالنا 30 سنه. سامحيني لاني مش عارف سر اللي حصل، وسامحيني برضه لاني مش عارف. قربك من شمس هاتيها فرصة انها تعيش، واديك انت كمان فرصة انك تعيش. يا عمر عيدتك ايه؟ انت بعشرة حالة يا سيدي. روح لها يا يوسف، انا اللي بقول لك روح لها. تعالي يا فاطمة تعالي. ما تقلقش عليا. كان عليا؟ اديك عرفت السر. البصة في عينيك ب30 سنة جواز، والهدايا اللي اديتهالي هتكفيني العمر كله. رامي يا يوسف، حتة منك خدتها في حبك، هفضل حضنها لحد ما اموت. Thank you.
انتي بتقولي ايه يا شمس؟ عايزانا نسيب بعض؟ اختلف فين البندر حته حته؟ اوعى تقول كده. ولا جرى لك ايه؟ احنا هنفضل عايشين جوا بعض لغايه ما نموت. كل حكاينا احنا مش هنعيش مع بعض. حبك اللي عايش جوا قلبي هيخليني عايشه وانا سعيده. انك عايشه وسط مراتك وابنك. بس انا عمري وحبي اللي عايش جوا قلبك هيخليك قادر تعيش سعيد وانت عارف اني بكمل فني. هند ضحت تضحية انا نفسي لو كنت مكانها ما كنتش هقدر اضحية. وبالتضحية بتاعتها خلتني النهاردة قادرة اكمل حلمي وارجع لفني اللي بحبه. النهاردة بس النهاردة بس لقيت نفسي قادرة ارد لها ليه عملته. رسوماتك من وانت صغير كانت بتقول انك هتبقى مهندس ديكور شاطر واشطر مني كمان. انا متأكد انك هتاخد جوائز كتيرة وهتبقى مهندس مشهور وناجح. الف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا حبيبي. أنت وحشتني أوي أوي. هي الحياة كده ليه؟